السلام عليكم، عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا شيف علاء؟ اهلا وسهلا بيك يا فندم، اخبارك ايه؟ انا وحضرتك طيب، وحضرتك بخير وصحة وسعادة يا فندم. انا اللي كنت معاك في مسابقة الامهات. يا اهلا وسهلا بيك يا فندم. ازاي حضرتك يا شيف الحمد علاء؟ لله كله بخير والله. انا بشكرك وبشكر من اول الناس اللي جت خدتنا من البيت لغاية حضرتك على على ايه يا فندم؟ ذوقهم على ايه يا فندم؟ وعلى لا شكرا على واجب. احترامهم والله، يعني لا ما تقوليش كده، ناس يعني والله في الاخلاق يمكن اكتر من ولادنا والله. ربنا يديم محبة. انا بشكرك والله مكالمتك، وانت فوق راسنا والله شكرا. يا شيخ العفو يا علاء، فندم، العفو، صلى على النبي. والله شكرا، انت اي ابن خدمات غالي والله. والله شكرا ابن غالي، ربنا شكرا يرضيك شكرا. ويحسن ما بين ايديك يا تسلم رب يا فندم، تسلم يا فندم، شكرا. والله. يعني انا كنت عايزه بس اسال حضرتك على حاجه كده، انا عايزه اسال على ميه البصل ازاي بطلعها عشان مش عارفه اعملها، حاضر يا فندم، حاضر يا فندم، بشكرك. وعايزه اشترك لحفيدي مع حضرتك بعد حاضر يا رمضان ان فندم شاء في الله. كنترول مع زمايلي، حاضر تحت امرك، حاضر. طيب ميه البصل بالمناسبه اللي قدامي بصلايه، بجيب المبشره ببشر كويس جدا البصل، باخد الطفل بعصر في بايدي في الاخر، هي دي ميه البصل تحت المصفى. واشترك يبدا حضرتك طبعا اكيد في الـ في الـ في الكنترول مع زمايلي، مسابقات اطفالنا والمسابقات ان شاء الله بعد اجازه العيد. نبدا بقى، وعشان وحشيني جدا جدا جدا، لو لنا عمر ان شاء الله بعد اجازه العيد ينورونا ويشرفونا ونعمل مسابقات حلوه وندلع الصغير قبل الكبير ان شاء الله، لو لنا عمر باذن الله ان شاء الله. حاضر يا فندم، حاضر. هجيب الاول في الكبه قبل ما اخش على السي فود، حاضر، بصلايه بسم الله اهي زي ما عملنا الحركه من شويه تانية، هحط معاها قرن فلفل حلو، فصين حلوين توم. هنا بقى السي فود يحب سنه خضره، شبت، تاتش كزبره خضرة حلوه كده. واعمل كده الاول وانزل بالكاليمريه دي الاول برضه، واحد يقول لي ليه حاطط كاليماري يا شيف؟ ما تخليه قشر بياض وجمبري. اقول لك شايف حته الكاليماري دي، من غير الحواوشي، من غيرها الحواوشي مش هيبقى حلو، عشان دي فيها عصب، فيها عرق، هيمسك القشر البياض اللي لو حطيته في المفرمه ده هيبقى عامل زي البوري. وجمبري نفس الكلام، فالطبيعي ان ده يتربط زي ما بالظبط ما بعمل مثلا حواوشي الفراخ، لو حطينا كل صدور مش هيبقى حلو، لو عملنا البرجر كله لحمه مش هيبقى حلو، لو عملنا الكفته كلها لحمه بدون دهون مش تبقى حلوه، دي اصول الشغلانه. هرجع تاني بالمره الحاليه اكون معاكم، انزل كده ودي كامله زي ما هي اهو، اسف الازعاج جدا. شايفين الكلام عامل ازاي يا فندم؟ لا انا اسف، رباب بتقولي ايه؟ حنان هانم، اسف جدا للتاخير يا فندم. يا صباح الفل، صباح الورد والهنا، اهلا وسهلا بيك يا فندم، اخبارك ايه؟ ازي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله والله كله بخير يا فندم، كتر خير الحمد لله، منور بوجودكم يا فندم، ربنا يعز حضرتك اكلاتك الجميله دي شكرا، وتفانينك تسلم يا فندم، والحاجات الحلوه ده من ذوقكم يا فندم، ربنا يديم المحبه. عايز اسال بس سؤال لحضرتك، تأمري. ازاي اعرف ان الفسيخ ده كويس مش فاسد؟ ان الفسيخ، حاضر، عينيا الاثنين اوامر، حاضر. الحواوشي بعد اذنك سؤال تاني، اتفضلي يا فندم. الحواوشي يعني انا عجينه الحواوشي مش دايما بتظبط معايا لان انا اسكندرانيه فبعمله اسكندراني. ده انتوا احلى ناس في الحواوشي، يا سلام. طبعا الله يحييك، حاضر، عينيا الاثنين، اقول لك على عجينه حلوه للحواوشي، حاضر. تسلملي، حاجه ثانيه، صباح الفل وكل سنه وحضرتك طيب وكل الكاست بتاع البرنامج تسلمي. طيبين تحياتنا لكل حبيبنا في اسكندريه، ربنا يديم محبه، صباحكم كله هنا وسعاده اسكندريه حبايبي. حاضر. طب نعمل حواوشيتين كده حلوين نطلع قفاص ماشي. بص المنظر، الحواوشي السي فود عامل ازاي، ممكن يخليه مفروم لو عايز، بس انا مش عايز اخليه بوري. ما معنى كلمه بوري؟ اللي هو يكون مطحون، عايزه مجروش كده عشان لما يستوي هيديني تيست حلو. بعمل كده، شايف اهي، بسم الله الرحمن الرحيم، وابدا ادهن جوه. شوف شوف اكني بعمل كريمه، خدت بالك؟ شكرا على كده، وابدا افرش بايدي تاني اهو. تاني الحواوشي انا مش بحبه، او كل واحد طبعا حسب ذوقه، في لحمه كتير او حشو كتير، بحب يكون معقول، ما بحبوش يكون برجر قالب عليها برجر كده، بحب يكون
طعمه حلو اه وكل حاجه، بس العيش يكون طعمه حلو، كل حاجه تبقى حلوه، ما يبقاش بس لحمه كتير وكفته قليل، لا عايزين يبقى كل حاجه مظبوطه. هنا اللقمه دي اهي، بص انا عايز اتكلم على ربع كيلو سيفود، عمل لي كام لقمه؟ عمل لي 5 6 لقمات، ده حاجه حلوه قوي. طيب انا عندي فاصل، وبعد الفاصل هنرجع ونواصل. ماشي اتفضلوا. طيب الحواوشي خلاص خلصان وزي الفل، قطع منه يعني اللقمه الكبيره دي احب اقطع منها شويه، اما الصغيره شايف ان الموضوع عادي يعني مش شرط يعني. ده لسه شويه فاضل له عليه سيكه كده كمان، وهنا كمان فاضل سيكه كمان، ماشي على ما نعمل ستارت هكون خلصان ان شاء الله. وفكر كمان كلهم يتغرفوا في سيرفيس واحد، يبقى في اللطافه كده حاجه كبيره تلم الكل ومفهوم كل حاجه فيها ايه.